السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة والسادة الكرام. زمان ما حضرت بث كل أشوفه إعادة، اليوم وقت جديد. حياكم الله وبياكم، يا رب أنك تجعل الجنة مثوانا ومثواهم. صلاة العصر، ممتاز. كيف الحال؟ مفروض أني يعني الحين أروح أجهز أغراضي، بس قلت لازم نبث، في بث لازم نبث، فبنبث الآن لأن زي ما اتفقنا بكرة بيكون في إجازة عندي. لقيت تذكرة، والله ذكرتني، خلني أسأل إيش صار مع ذا. صبر، خلني أكلم، شكلنا بنمشي على عماها. كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. كيف الأمور؟ متى رحلتي؟ مفروض اطلع، مفروض الساعة 7 او 6 و 45 بالكثير اكون بالمطار. المفروض اعوفك من زمان، ما ادري ليش احس الرحلة هذه بقابل فيها ناس اعرفهم في الطيارة هذه. احس بقابل يوتيوبرز، ما ادري ليش كذا احساس. نطالب بسنابات ان شاء الله، والله لينية، والله صور سنابات يا جماعة، لان ما عندي شيء اصوره، ما بكم اخذ مقطع وصور مقطع وصوروا سنابات. بتقابل حمان؟ لا اتوقع بقابل تشوبرز، لازم مباراة هلال برا تشوبرز بتشوفه. او احس اني بقابل من بعد كذا يصور دائما فلوقات، يعني احمد توقع تشيلسي. والله ما ابغى اتوقع الصراحه، لان السيناريو واضح يعني ايش بيصير، لكن نتامل انها تسلك في كذا وتصير تاريخيه. اتوقع انا ما بتكرر لو صار الشيء هذا، ان الهلال يعني يفوز. مستحيله هي، بس يعني يمكن والله، ليش لا. احمد شو بيجي؟ احمد شو ما اتوقع. في احد من اليوتيوبر قال انه بيروح يعني يغطي ويصور، تعرفونه؟ يصح اوسمز بعد، اتوقع انه ممكن يروح. اوسمز هلالي مره، تشوبرز بعد عزيز، الباقيين ما ادري. ابو عابد، صح ابو عابد، اي ابو عابد بقابله هناك، كلمني. المفروض انه هو اللي مضبطني بالتذاكر مره اولى، بس طلع ما عنده سالفه، فالحين راح ادور عند واحد ثاني، وان شاء الله ان الواحد الثاني عنده سالفه. يا رب العباد، ان شكلي لو رحت هناك في نهايه طالع المباراه من الفندق، مصيبه ذي، مصيبه وكارثه وطامه. ليه تقول تسلك؟ ترى يمدينا، عندنا لعيبه على مستوى، ليه مستحيل يمدينا نوصل؟ ايه طيب، لا عادي، ما يمديك. شوف فورتنايت فاتح من الحين. والله يا عيالني استمتعت امس بفورت مره، قسما بالله. بس اليوم عندنا جراندنج، بس هذه ما ادري ليش شغاله، او انه معلق البي سي معقوله. بس الصدق والله امس استمتعت مره بفورت. شكرا على الريسب يا كلم. وشو هذا؟ كلايم لايف اتوقع. يعني ليه معلق عندي كنترول؟ دريت تاسك مانجر فورتنايت ان تاسك. يا سلام يا زيد، فتح المكتب ذا يفتح النفس. طيب ايش بنسوي اول شيء؟ اول شيء ستيم، نسوي لوج اوت من هنا. لا اردد يا عيال، اذا بدوا القصه بنلعبها. مطول، اتوقع القصه بتبدا الاسبوع الجاي المفروض، يعني خلاص ان الاحد الجاي تبدا. طيب نفتح ستيم بعد هنا. وش كان على حسابي؟ اي اس اكس بي يا استاذي، الله يعطيك العافية. بس افتح لنا هذا، ايوه كذا بعدين لوجن. ليش يا عيال؟ كم كان؟ وش كان حسابي انا؟ شونغ اكسي بونغ، مفروض انه كذا. ممتاز. طيب ايش بعد ستيم نفتحه، ونفتح برضو ساين ان هنا. احمد عطني فلوس، ليه يا سالم؟ وش احمد عطني فلوس؟ انت بعد عطني فلوس. xbank@hotmail.com ايش بعد؟ AA66
طيب بسم الله. وين مسافر؟ ابو بروح ابو ظبي يا عبد الله باذن الله، بروح ابو ظبي بنجلس فيها يوم الى يومين بالكثير مره، يعني نروح اليوم وبكره يمكن نام نمشي او نمشي بنفس، ما ادري يعني نشوف الانكماش غالبا ابو سويحان، لان ما في ما ادري من في السيرفر الصدق، ابو سويحان اطلق شوي النار ننسجن يعني على السريع. فالكون يا عيال ناسي كل شيء، والله ناسي البلاغات وناسي كم كودي 901 صح اتوقع. نبي بوستنستا اذا رحت، اما بوستنستا ليش ما اشتغلت فايزين؟ يعني ليه ما فتحت للحين؟ هلا عمر بخير يا تجراسي. لانش جاي من جبتك، ما اقدر اشترك للاسف، والله ما اقدر يا بدر، ما اعطي قفتات للاسف لانه بيحوسني شوي الموضوع ده. انت ايوه افتحت، رجع اليونت القديم على قولتهم. اما بس والله يا عيال ترى ساحب ساحب سحبه مش طبيعيه، ما ادري ايش قاعد يصير بالنسبه للجراند وجوها. علي الحرام منها مرحبا في مرحبا في مرحبا، شكرا يا مريم الله يسعدك. احمد كذا يوم اكلمك بتويتر ابيك بموضوع، ما تدعس ما شر، ما ادخل تويتر والله يا تجراسي، ادخل بس اغرد انه يلا نبدا بثنا. يعني في مشكله بالسيرفر شيء. وعليكم السلام ولكم دودي، ليه ما يفتح؟ وصلت المبالغ اللي امس ولا هجت؟ والله حنا مسجلينهم يا حوس. بدر سدد صدق، بدر سدد كان نايم صدق ظلمته، لكن عندنا يعني ليه مو قاعد يفتح السيرفر؟ لانشر حوله حق فايف هم. ميستري تاون از رانينج، ها هو شغال هذا. طيب ها فايف هم من اللانشر ادخل، وانا اقول ليش منوره من الحين ابو ظبي، ابعد راسي سعيد الله يسعدك نوره بهلها. شو اشتهر سفر المباراه يا سويل حبيبي؟ طيب لانش المفروض الحين تفتح، المفروض ايوه يلا يلا. اسمي عبد الله يرحم امك، لا تبعص اسمي عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله. طيب انا ما وين كنت، ما سويت لي شيء قبلها، اول مره اقرا اسمك يا عبد الله. في مقطع اليوم بكره مقطع التيك توك ان شاء الله، صورت اليوم وبكره مقطع التيك توك. نزلوا عيال باور مقطع السياره ولا باقي؟ المفروض ينزلونه الان او نزل، يعني المفروض انه نزل. نزلوه؟ طيب شفتوه ولا تبون نشوفه على السريع؟ بتطول هناك في ابو ظبي لان انا بجي الرياض ودي التقي فيك. والله ما ادري يا عمر يا تاج راسي.
لان باقي ما حجزت عوده بصراحه. شفناه نشوفه. احمد عطني رابط الاعلانات حقك. ما في رابط الاعلانات، في ايميل يا فايف يو، وما نعلن اعلانات شخصيه يعني. طب خلنا نشوف مين بيستيفر اول شيء. اذا ما في عدد حولنا على اليوتيوب. شوف انا قبل شوي كان في تقريبا 50 واحد. طيب عندنا ابو شايع، وعندنا ابو سويحان، وعندنا تازي، وعندنا فالكون شرطه. لا 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 ماما مرعينا تازي ما ينفع الان، يبغى له شويه شغل يعني. مرعينا تازي ابو سويحان سرقه خطف طلق نار يعني بتكون ممتازه نوعا ما. هارد ار بي موته واحده، نسوي لنا شخصيه هارد ار بي، هذه يبغى لها بث كامل عنها. تبون فالكون؟ يا الفالكون والله من زمان ما دخلت الشخصيه ذي. تصويت سريع، تصويت سريع، يلا. ولا ليش نسوي تصويت؟ سووا نقاط ورجعوها بعدها للي مصوتين. سووا نقاط مدتها دقيقه، اللي النقاط تفوز فيه الاغنياء هم اللي يتحدون الشخصيه. ما راح ناخذ منكم نقاطكم، بنرجعها بس عشان نعرف الاغنياء وش يبون. فنايا اللي بحدد الشخصيه. طب خلينا نشوف كم في عسكري، نشوف في عساكر او لا. نجس النبض. سويتوا انتو بريدكشن؟ طيب خلينا نشوف الحين من اللي فيه كم عسكري موجود. لا يا عيال في عساكر، حرام نروح ابو سبحان. طلعوا من اخر مكان ترى الى الان نفس مكاني. كم من 10 حماس كل مباراه؟ 8.9. يا مساء الخير، هلا هلا بالوجه. وش بعد راسي يعني زي الله يسعد الوجه. انا بي سي اي وانا يا عمر بي سي اي بعد، بس سي وين اجيب هذا؟ فالكون اغنيه كم صوتوا بالله؟ ايه والله قريبه، والله والله فالكون ابو سبحان والله قريبه بينهم مره. ها ما اللي فاز؟ الله يقطع ذا الترين، ما ادري ما اللي فاز. Your hype train is long gone, better luck next time. من فاز يا عيال؟ الله ياخذ ابليس هذا، ليش يطلع لي كذا؟ في مشرف معفن قاعد يبربس. تعادلوا. طيب نجرب نشوف. فابو سبحان على السريع انجس النبض فيه. شغل نقطة الايم اول شيء، لان نسبة السجن 2 مليار فاصلة 4. هذا واحد اثنين خلاص دامه 50-50 صوتي انا ب20%، معناته ابو سبحان في البداية. نشوف اذا ما في فعاليات فيه. اذا الشرطة ذا نحول هناك الايم، واضح انه يبشر بالخير. يا عيال الذين وقفوا لي، يا عيال الذين وقفوا لي، ترى النقاط رجعت. ما خذوها. رجعوا النقاط، رجعوها. الله يقطع بالسالفه. ودي احط زر عندي هنا اسوي على طول. ليش ما حد يوقف لي؟ خلص رصاصي كل، الله ياخذهم. اي والله النصاص يخلص، بس انا عندي فردين. هذا في واحد شريته بست الامو، هذا فيه طلقات كثيره. عطني اياه، بدل هنا تالنت. وقف اوف. شو تسوي يعني؟
الى الان عداوه مع اخوك عداوه اي ام العداوه بعد. فيصل اخوي معدم تقريبا وحصل بجراند عدمته. والله يا فيصل الله احصلك مو زين لك مو هو زين. حطيت 4000 جتني 4100. شلون جتك 4100؟ لا انت زادت النقاط حقتك من جلوسك في البث وكل ما تجلس يعطيك 100 100 200 يعني الان نقاطك قاعده تزيد حبه حبه تزيد النقاط. يا عيال البوبكات اسالكم سؤال على السريع، البوبكات والامور وش السرقات اللي اقدر اسرقها لحالي؟ اقدر اسرق بوبكات لحالي ولا صعبه؟ يعني مو صعبه قصدي ممنوع. ها اما لا يا لا تهبدون، اذا ما تعرفون قولوا ما نعرف. كيف طلنا اوبن كراج؟ ما شاء الله وش ذا اللون. مو ممنوع بس صعبة يعني اقدر نجرب. طيب شو المشكلة؟ نجرب البوبكات من 1 إلى 7. يا عمري يا ابو ملك يا رجال الرجال، معناته اني اقدر. معناته ايش اني اقدر؟ بسم الله بخطف هذا، ما ادري من هو بس بخطفه على السريع كذا من البدايه على السريع تبع عاليه. وشو ذول كلهم؟ اطلع يمين. وش استيقاف؟ ثلاثين ثري ليه وش سويت؟ عكس طريق حديقة عامة. عكس طريق؟ طف المحرك ابوي. والله ماني موقف له والله. الله لا يوفقكم يا جماعة وانا ما سويت، يعني انا عكست بالله عليكم انا عكست شيء، انا ماني مركز. من راعي الجي تي ار؟ يا ربي ما ودي امسك، ما ودي امسك بلاي تبت، احس العساكر فاضيين الحين كلهم يبوني. انا شيخ نايف يدق علي مو بوقت الان. الله يقطع ذا الجي تي ار، ايش فيهم مشاهدها؟ لازم اخطف الجي تي ار بسرعه يلا. امانة امانة الله لا يوفق، الله لا يوفق. طلعوا مكينتي يا عيال، الله لا يوفق يا راعي الفورد وانا استغفر الله العظيم. حسبي الله عليك يا راعي الفورد وانا استغفر الله العظيم. حسبي الله عليك يا راعي الفورد وانا استغفر الله الا نعم. اقسم بالله قهر ورب المصحف قهر يا شيخ، يلعن ام القهر يا شيخ. راعي الفورد، راعي الفورد يطير. وقف يا مواطن، والله مو بطيب لك انك تهرب. سلم نفسك، ما معك ما 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 معك ما معك ما معك ما معك فكه.
سلم نفسك يا عيال. لو اذبح ذوي كلهم كم تدفن؟ الحرام ما معك فكه يا اخوي. ما 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 لا ما 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 اسلم نفسك. ما ما ابتعد يا الفورد. ابتعد يا هو الله لا يوفقك يا راعي الفورد. وانا استغفر الله كانك صدمتني ذيك الصدمة. سلم نفسك سلم نفسك. الله ياخذكم يا شيخ. الله ياخذكم. بتسلم نفسك ولا كيف؟ لا لا لا. بتسلم نفسك ولا كيف؟ ابغى مكان اسلم فيه. والله انا عادي مسكين يا غالي. والله طولت ما يبي والله طولت. والله طولت. وين رايح؟ اذا حزيد الحين. اوه نقزه جامده. خليني اكثر قبل كذا. والله نقزه جامده. جربة رجول جربة رجول. جربة رجول. الله يوفقك. يا الله استقبل الجرب مع الرجول من هنا. انطب هذا الشخص بينط. يا ربي كنيز بنت تكفى تكفون. الله يلعن الفورد. استغفر الله. ايش يوم الفورد يلعب بشرفه؟ بتقلل المحكومية وبنكون طيبين أمورنا طيبة. بتسجنوني ولا لا؟ علموني الصدق. بقللها عم الله. قل والله ما قل والله ما زيدها. قل والله. احلف بالله احلف بالله ما توديني السجن على طول. والله ما انا ما سويت شيء اصلا. ما سويت شيء. ليش سجن؟ ليش؟ ليه نزلتوني؟ نزلت خلاص خلاص. برفع يدي برفع يدي برفع 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 يا جماعة برفع. انا اعزل انا اعزل انا اعزل انا اعزل انا اعزل. ليه طلع سلاح؟ انت بيدك سلاح. انت بيدك سلاح يا اخي. اتق الله في نفسك. دخل سلاحك. ماني مسوي شيء. يلا يلا مشينا مشينا يا جماعه. يا جماعه تعرفوني ما راح اطلق النار ولا راح اسوي شيء. خلاص ابوق ابوق ابوق. ها وقفت 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 وقفت. طيب صلوا على محمد صلوا على محمد. انا ابي افهم انا ابي افهم انا 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 ابي افهم بس شيء واحد. انا المخالفه اللي سويتها تسوي الاستنفار الامني هذه وش مسوي؟ ايش مسوي؟ ايش مسوي؟ لا ترفع يدك. والله لا ارفع يدي ورب المصحف لا ارفع يدي. بس انا ايش 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 غلطتي؟ ايش غلطتي؟ والله لا ارفع يدي. والله يا رب ترى كنا مريني بيروح القسم. انت ربت ليه؟ ما ادري ما ادري اصلا انا ايش السبب. ما ادري ايش السبب. خلاص كنا مريني بيروح القسم. نعرف ليه هارب من الشرطه. بس انا بقول لك ايش هارب من الشرطه. ابى اقول لك ابى اقول لك. طيب بقول لك ليش. ابى اقول لك ليش. بقول لك ليش. ارفع يدك يا اخوي. برفع. انا حلفت ارفع يدي صح؟ انا حلفت بالله ومن حلف بالله فصدقوه. هذا رقم واحد. ممتاز. يدي برفعها. بس التيزر والسلاح اشياء توترني وانا والله العظيم ما احبها. سمعتوا؟ وهذا يدي رفعتها. طيب
لا لا وش ذا؟ وش هذا؟ لحظة معلش هذا يدي رفعتها بس لحظة وشو؟ طيب الحين بنمسك في القوة الجبرية ليش؟ بمسك القوة الجبرية لا 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 الله لا يمام يا الله لا وقف يا ابن الحلال والله ببطول على حياتك يا ابن الناس انا خايف انا اصلا ادري ما بتطلق من علي لاني مستعله بيلعب ابوك سريع ليش سلم بيدي سلاح بيدي سلاح بيدي سلاح والله بطلق النار والله بطلق النار والله ودي نسجل بداية البث وش احمر ها؟ اربعة! اربعة عندك! بموت والله بموت هذه يدك سلام عليكم هي يدك يلا يلا يدك السلام عليكم صح صح ارفع يدك مره ليش ما شاء الله ايش هذا اللي بيدك وش هذا بيدي ارفع ارفع واحد اكثر ريبس ايوه ارفع بسم الله مشينا يلا يلا بركب معكم بالسياره خلاص والله خلاص ارفع 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 خلاص ارفع يا اخي لا لا ما شاء الله يلا وش ذا؟ والله حتى انا والله كلبشتك وش رفع يدك طيب والله ارفع يدي بس ما شاء الله انت شلون كذا انتكم شلون على طول طلعتوني ما شاء الله يلا ركبوني طيب ايش رايك؟ والله ما ادري الفرق ايش رايك؟ انا رافع رافع يدي مطالع عند الرافع يلا يلا يا مواطن بسم الله يلا انا بس والله ما اطلقت النار سويت شيء احد العسكر يا اخي انت يا انت انت اسمك طار سالم اعرفك والله العظيم يا اخي خفت خفتكم تتبنوني بعمري في البدايه يا ابن الحلال السيارات البعيده والله بتعب من نوصل لها خفتكم تتبنوني بعمري شوف الفورد هذا خليه يوصل احنا ما نتبلى احد ايه انا لا لا انا بوريك ان تعبنا واحنا نلحق بوريك انا ما ركبت مع الفورد متعمد بس انا اقول لك رقم واحد هو اهم من رقم اثنين وش تتوقع انه انا في البدايه يوم اني والله انه تبلاني العسكري يوم انه قال توقف مروري بسبب عكسير ما عكسير توي راكب الموتور وقفت عند الحديقه العامه خليت يمين وقفني قلت انه هذا بتبلاني بعمري قدامي طيب جي تي ار طيب لو انك موقف الحين ما عليك شيء العسكري اللي وقف انا خفت انه مسوي عمليه عيونه فيها مشكله طيب عشان كذا قلت انه يمكن يتبلاني بعمري فخفت هربت هربت وموتري تعطل وانا ماخذه من ولد عمي خفت والله كل اثر عليك شفت يا مواطن الله يعين والله احس اني احتاج المستشفى قاعد انزف شوف حتى سيارتي قفلتها منك عشان ما تركب لا والله اني احس اني احتاج المستشفى احس شوف هو انت ما عليك شيء ترى ما يعني ما راح تنسجن بس بعرف يعني انا اقول لك اللهم انا بقول خليني اقول لك شيء اذا عندك احد تقدر تتصل عليه يجي يكفلك في القسم بطلعك والله اني لا لي اخو ولا اخت ولا ام ولا اب عائلتي كلهم هاجريني ومخليني حتى اخوياي ما منهم فايده ولا اعرفهم فوضعي صعب جدا بس خليني ارفع جوالي اشوف ان حصلت احد كان بها اتوقع هذا بيكفني اللي قدام شكله ولا خلاص طيب خليني ارفع جوالي وانا بالله بمشي معاكم بحسب القوانين والاجراءات ما في مشكلة بد بالزنات بخليك ترفع جوالك ونجيب لك أكل ونجيب لك كل شيء تبي سم ترايك سم سم حقك حقك حط العشق الله يطول بعمرك yeah. هذا عسكري كويس ما أبغى نرفز زيال هذا كويس قدامي للزنات أبشر أبشر شو اسمك ما عرفتنا لك اسمي أبو عبد العزيز
ما شاء الله. ولدك عبد العزيز؟ اللهم لك الحمد. وين؟ تقول ما عندي عيال. مسافر في مدينة مكة. ما شاء الله، تفضل تفضل. لا لا، ان شاء الله ما بسجن، ان شاء الله ما بسجن ان شاء الله. انت مسك المدينه ولا جاي من الخارج؟ لا انا جاي من مدينه مكسيك. اي حياك الله في قسم مشرور. الله يحييكم ما شاء الله. وش هذه مجهودول المجرمين يا اخي؟ انا ما اعرف هذول المجرمين، هذول اللي دمروا البلد. والله انا ما احب المجرمين هذولي. يا رب ما يفتشني، يا رب ما يفتشني. دق على كثير يجي يقفلك. لحظه، ماسكك مو بعجبني، بشيله بحطه. ايه خل خل يا رب عندي كفيل يا رب. يحيى ابراهيم، من هو ذا يحيى ابراهيم؟ من هذا؟ ما عندي الا هذا. معالي يا من يحيى ابراهيم؟ يلا يلا جاي جاي. السلام عليكم. نورت نورت. السلام عليكم. السلام ورحمه. كيف حالك؟ تسمعني؟ اسمعك اسمعك. الو اسمعني. اسمعني يا يحيى. حياك. انا مين يحيى؟ انت يحيى ابراهيم؟ لا لا، انا حسام. من يحيى؟ حسام، انت وش شغلتك قلت لي ذيك المره يوم قابلتك يا صديقي؟ انا والله مسجون زيك. يا مسجون ايش دراك اني مسجون؟ الله يوفقك. والله ما سويت شيء، والله بس ضربت بس ضربت. ايش دراك اني مسجون؟ بس هي قل له قل له يجي القسم. اي برسل اللوكيشن، هو ما يدل. يا غالي يا غالي يا قل له قسم مش الرب يعرف. ايه طيب يا العسكري اللي هنا. قصر صوتك يا حبيبي. يا غالي قاطني هنا. طيب ليه قاطني هنا؟ طيب خلك لحظه تلتزم بصمت لين يجيك. هلا ابو محمد. هلا كيف حالك؟ ان شاء الله طيب ابو محمد. اي طيب ابو محمد، انا بقسم الشرو علي مخالفه مروريه واحتاج كفاله، اذا ما عليك امر تجي تكفلني. مسجون انا، وش رايك؟ المدينه كلها مسجونه، المدينه كلها مسجونه يا طويل العمر، ما بقيت مواطن انت بالمدينه. اي هذا العداله والامن. بدق على ابو زهره خويي هذا من ايام الطفوله. والله ما في عداله والله. هلا ابو زهره. هلا حياك الله. مين معي؟ معاك رفيق الوالد ابو عبد العزيز، خذيت رقمك من الوالد اعطاني اياه. حياك الله. كيف حالك؟ كيف عساك؟ طيب والله بشرك بخير الحمد أبو لله. ابو زهره اذا ما عليك امر كلمني عمك عطيه، قال لي انك فاضي ودي تجي تكفلني اذا ما عليك امر كفاله بسيطه في القسم مشروب. الله يسعدك. عندي مهمه ضروريه بالسجن بعد. ها لا 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 والله عندي مهمه ضروريه، الوالده والله تعبانه. الكفاله يقولون ان 20,000 تجي هديه للشخص اللي يكفل. الله يسعدك والله العظيم، اني انا اعرف اني محتاج لا ابوك لا ابو شكلك يا الزهران. انقلع منك انا لا ما باقي ما دقيت على ولد خالتي من امي الثانيه. اصبر الله يطول بعمرك. مين ادق على مين؟ ما ادق على ناس، ما في حد. مطلوب بلاستيك للتواصل، بشتري بلاستيك من زمان. الان بدق على ابو عبد المجيد، هذا جاهز على طول جنبنا ساكن جنبكم هنا في عند الحديقه العامه. بمد يدي في جيب. لا 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 والله ما يحتاج يا طويل العمر، الله يحفظك ويخليك. والله انه في اغراض خاصه جايب للاهل، اشياء خاصه ولا ودي الصراحه نستز. مرحبا ابو خالد، كيف حالك؟ ان شاء الله طيب. بخصوص البلاستيك والاشياء اللي طلبتك اياها تشكرها. ابشتري منك الكميه كامله، بس اني احتاجك تتمرني من قسم مشروع اذا ما عليك امر. خوي تسمعني؟ إيه أسمعك. تسمعني؟ إيه بلاستيك تمام. وشو؟ أبشر أبشر جاي. أنا بقسم مشروع في الزنزانة، بس في عسكري هنا، بس أبغى أقول إني بطلع معاك إن شاء الله وخلص أموري ونطلع إن شاء الله وأشتري منك. يعني أجيك يعني؟ أيوه أيوه في الزنزانة اللي تحت. سلام عليكم. من ورا يعني ولا من ورا؟ أيوه أدخل تحت، تقول أنا أبغى أبو عبد العزيز، أنا من طرف أبغى أبو عبد العزيز والأمور طيبة. أنت وينك الحين؟ أنا في مركز الحين. يلا تعالي تحت أجل. يلا يلا أبشر أبشر. لا ممتاز، هذا الرجال جاء، هذا هو ابشرك عند الباب يقول هذا خوي من زمان. ان قال له هذا خوي الوالد بعد. لا لا هذا من الجماعه، اسمه عبد الله القحطاني. السلام عليكم. هذا ما ارتحت له. حياك طلال. ما ودي 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 انسجن احس. مرحبا تفضل يا عسكري. وينك انت بالضبط؟ باليسار هذا. انت الزهراني.
الزهراني اللي ريحك جاني. ليش تصرف من قبل شوي؟ اسمعني. اسمعني. انت في قسم؟ وشو بداهم القسم؟ ما بقى قسم واحد. يا حبيبي انا قاعد اكلمك بصفة عسكرية، انت وينك؟ مين؟ وينك انت؟ انا في قسم بوليتو. بوليتو؟ ايه. انت اللي بتكفله؟ صحيح صحيح. طيب هلا هلا يا عبد الله. لحظات يا ابو عبد العزيز. تفضل. الشخص اللي قدامك هارب من شرطه ونحتاج كفالتك له انت. عنده سيناريو 2000 دولار بحيث انه يطلع. هلا هلا ابو عبد العزيز يا مرحبا. هلا هلا عبد الله، كم كفالتي؟ ب 1000 دولار؟ 2000 دولار عشان تطلع. الله يعطيك العافية، خلاص حاسبه يا عبد الله، ان شاء الله اخلص معك انا. حاسبه. ما بعطيك بعطيك. تعال تعال طال عمرك تعال. تعال. يا يلا هذا الزنزانة يا ابو عبد العزيز. عندي 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 طلع. وانا تشال مبلغ. يا اسمك انت بس لحظات يا مواطن، تحتاج احد يضايقك من العسكر وتحتاجني انا لحالي. احتاجك انت والله، احس اني مرتاح لك مرة. لا خلص بس طلع يلا طلع. يا عمر يا حبيبي شوف شوف تويتر عندنا هذا 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 العسكري قدام هذا هذا ما ابغى هذا ما ابغى يا مواطن يا الله فكني من هذا اسمح قولش الجروب جو برو حق انت اسمك عمر اعطني يا عمر عسكري مجتهد والله ما ظنيت انك انت مجتهد اكيد يا حالت عسكري هذا مكرم منه بيفتشني بدون اذن الله يعطيك العافيه فلوس الرجال ولا تكرر ابشر ابشر ان شاء الله ابشر لا عاد تعودها الله يلا بس المخرج ترى انا ترى انا مجتهد ترى بما انك جيت ومن مجتهد تعمل من المجرم الزنا ترجع يوم انا نايم ارجع يلا روح تعامل روح تعامل روح تعامل يلا سجل خروجي ترى يلا ارجع ارجع تعامل معهم يلا يلا ما شاء الله هاي سيارتك؟ اي هذه سيارتك لا والله ما قصرت الله يعطيك العافية افتحني لا الطيب ولا الكرم ما في طيب وكرم بس يلا مو مشكلة كم حاسبت الرجال؟ حاسبتها ب 2000 دولار والله 2000 دولار طيب اصبر خلنا نشوف انا كم عندي عشان احول لك مبلغك اصبر جاني اتصال انا بس الله يستر ماني مرتاح للاتصال لحظة لحظة الو مرحبا وينك؟ مرحبا اخوي مرحبا مين معاي؟ وينك؟ معك مكتب ابو عبد العزيز لاستقدام الخادمات تفضل استخدام الخادمات تفضل ابالي خادم الله ابالي خادم الله يسعدك في بوليتو موجود عندنا حاليا وحده كينيه وموجود عندنا وحده فلبينيه راتبها 4500 ريال تدفع مقدمه 29000 ريال تستخدمها على طول استخدمها وش هي موتر هي لا تستخدمها تستخدمها نعم طيب أقابلك في المكتب وينك انت عسكري لا والله ماني عسكري بس وينك انت كذاب احنا ما نوظف عساكر يا كذاب ما استخر وظايف أقل طيب أنت وش تبي مني؟ أبا الرجال اللي كلمني قبل شوي يدق علي ليش؟ لأن والله العظيم صدق أبا أسوي فيه خير وبكفله إيه خلاص بكلمه إن شاء الله بكلمه شكرا مين أقول أستاذ مين؟ أقول للي يكلمك عن عطية طيب مع السلامة يلا سلام عسكري ولا يطقطق هذا ما أعرفه والله ما أعرفه إيه طول عمر إيش بغيت بس إيه قلت لي أنت عطني رقمك؟ ودني بطلع الجي كلاس حقتي اي لابس الجي كلاس خربانه للاسف للاسف طيب عطني رقمك بس عشان عطني انت رقمك عشان احول لك اعطيتك جاك هذا خذ ماسكي ولا رجع الله يقطع ابليسه تعرف يعني احنا نسترزق قرب البلاستيك اي لا ما شاء الله بلاستيك انت تبي بلاستيك طيب اي والله ابغى بلاستيك صبر عندك بلاستيك انت يا ابو نعطيك بلاستيك نعطيك بس روح الجبل ارجع دور تدري وقف هنا وقف هنا اصبر هذا انت رقمك انت ايش رايك بعطيك رقمي ثواني بس تفضل هذا المبلغ مقدما لك تستاهل استاذ الغالي وقف هنا سم خلاص الله يعطيك العافيه هذا رقمي مسكت تفضل الله يجزاك خير تستاهل يعطيك العافيه بالتوفيق لك يعافيك يعني يعني ليه ما عندي ماسك ايش عندي براسي جو برو انا ابغى افهم سلاش ماسك يمكن يعني جو برو يعني الواحد يبث يا يعني عندي اسلحه كثير مره اسلحه كريم ايه خلاص ما قصر معي ممكن سؤال بس قبل لا نمشي بس تفضل من وين شاري هذه الجوبرو اللي براسي يعني ودنا نشتريها والله ما ادري من وين شريتها جت براسي يعني وش الجوبرو ذي اللي براسي صدق احمد مو عسكري تكفى طيب ايش يبغى مني ليش دق علي مرتين خفت
يقول اكلمك بصفه عسكريه يا عيال. ايش يعني ايش يبغى مني هو؟ لا ترن. يا للجي كلاس حقتي بحصلها بالجبل. انت كلمته بس. مرحبا يا عطية الزهراني. قصدي يا ابو زهره. تفضل معاك ابو عبد العزيز. وش الموضوع؟ دقيت عليه قبل شوي بخصوص الكفاله. صحيح. ايه وخلاص اللهم لك الحمد كفلوني رجال ما قصروا. الله يسعدك تستاهل. إيه نعم. كل خير يا شكرا حبيبي. يا حبيبنا شكرا لك. الله يوفقك. سلاح ثقيل. خلي السلاح ثقيل. MK هذا بدخله هنا وباجيب بداله هذا الماسك. حلو اسم الخطه هذه. بحط الماسك هنا وبصير البس الماسك. ما يلبس الماسك. تمام. ليش ما اقدر البس ماسكي؟ ثواني سلاش اوت فيت. اف ايش عندي ملابس؟ ملابس كلها من الزباله. ليش علي كذا؟ انا بيفهم ليش علي كذا. والله ولا طقم زي الناس اقسم بالله كل ملابسي من الزباله. يا هذا ملابس ابو سويحان هذه حلوه. بس افك هذه افك هذا كذا خله مجنون. راح اغير شعرك. ابغى لي دروع. والله يا عيالي يا عيالي يبغى لي دروع. يا عيالي يبغى لي دروع مش طبيعي وضعي. والله يبغى لي دروع الارض والسماء. يا اخي لمتى انا كذا بقعد كحيان بدون دروع؟ كونتراكت كونتاكت. من يبيع دروع؟ من يبيع دروع يا عيال؟ من كذا عنده زي علي النونو؟ يبغى لي باندج. وعندي اغراض سرقه. والله يا اني يا اخي في حوسه كذا يبغى لها تنظيف شنطتي. السلام عليكم يا دكتور كيف حالك؟ ان شاء الله طيب. دكتور ابي بنادول عندك؟ تعال تعال معي تعال معي امورك في السليم محتاج. لا ابغى بنادول بس ابغى بنادول. عندي بنادول هناك تعال. لا باخذ بس هنا بحاسب انا بنادول. لا محتاج الحين اعطيك مغذي وتصير امورك في السليم. ما يحتاج مغذي والله بس ابغى بنادول. صدقني امورك تصير في السليم. تعال شوف الناس يسالوني. يا الله خلاص هنا بنادول بس. السلام عليكم. تعال تعال الغالي معك دروع. تبيع دروع؟ لبيك. تبيع دروع؟ اي بالله معي واحد والله. لا اذا بشتري تعرف احد يبيع دروع؟ لا والله ما معي الا واحد. اذا لقيت لي احد يبيع دروع قول اني بعطيه هديه. خذ هذه اشتريها مقدما. يا تالي يا مجروح. مواطن انسدح. وين انسدح؟ بس بنادول بنادول ابغى بنادول انا ليش؟ بنادول. طيب بعطيك بنادول على السريع ما عليك. بنادول بس ها؟ امرجنسي روم. يا ليل يا اخي. طيب اصبر الله يعطيك العافيه. اذا عندك بنادول زياده اعطيني في الشنطه. ما علي. لا اعطيتك ابره موت. اسمعي ليش ما تروحين معي بالسياره وتعطيني ابره اذا صار شيء قدام؟ حياك مواطن الحمد لله على السلامه. ما اقدر اجي معاك في السياره. طيب واحده منكم تجي اذا انا بروح مشوار تكوني موجوده معها على ابر. اجيني اخذ معي اسعافات اسعافات ويصار شيء على طول. لا ما ينفع لازم تعالجك هنا. طيب طيب في بنادول معها؟ ها معي عده اسعافات الاوليه. ايش فيس؟ احس اني احتاج عده اسعافات عشان عندي بعد شوي رمي تدريب رمي. حلو ها تفضل. تشوفي شعره مسكين مش هيك. كلنا نبي. لا ما تبي ما تبي ما تبي. الله يسعدك ما تبي. شكرا اختي. اعطينا بنادول. نبي بنادول. هذه وش اعطتني اياها يا عيال؟ ما انت كنت ولا باندج. هذا اللي يعالج زي يردد. يعني ليه ما يصير عندك دكتور خاص؟ اكون غفاحش من الثراء ويكون عندي دكتور خاص بجراند. ادفع له مثلا 100,000 شهريا. احدث عسكري على بقاله ولك 100. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله على بركة الله. تدري انك جيتني بتخصصي؟ تدري انك جيتني بتخصصي ولا لا؟ بسرعة قولي قولي. اول شيء ما تاخذ الجي كلاس، ان الجي كلاس شبهة. هذا ايش فيها؟ شو عندك تلز؟ اخر واخر عشان ما ادق وجهك. ايش؟ اسمع اقول واخر عشان ما ادق وجهك. وين ور؟ على ذاك العلم. اسمع أقول اسمع. اقول اعرف ايش تتكلم، لا اتفل عليك. تسمع؟ تسمع على مين؟ اتفل عليك انت. عداوة صحيح اقدر اطلق النار الحين. ما معي دروع، ما معي دروع لان ام القهر. يا دودي حولها على هذا المواطن، يا دودي حولها على المواطن ومواطن واعطيك له فلوس. يا مواطن مواطن تشتري مشاط فيك تطاردني انت؟ ما حد طاردك انت، مجنون انت، ما حد طاردك. طيب روح طريق ثاني لا تلحقني. ما حد لحق يا ابوي. تشتري مشاط دروع سلاح شيء؟ ما اشتري ما اشتري الله يرضى عليك. ماشي تبيع دروع يا ابو؟ يا بيع بيع. كم عندك درع؟ والله ترى غلا. كم عندك درع بسرعه؟ كم كم عندك درع؟ خمسة خمسة خمسة. تبيع خمسة بس؟ الحق الحقني ايه هذا اللي عندي والله. وين راح وين راح؟ والله يلعن بليس والموتر مسرعة. ابغى اجيك لأس. وين راح ذاك؟ ابغى منه درع. ابغى دروع ابغى دروع. طلبتني دروع قبل شيء هذا اللي حصل. الله يعطيك العافيه والله ما قصرت يا حبيب عبد راسي انت. تفضل تفضل خذ هذه مني اكل. تفضل انت بغير تقطع علي مجوهرات حبيبي. مضيع مضيع. لا تكفى والله اني جوال. تستاهل تستاهل. عندك كراك؟ كراك تفضل تفضل تستاهل. تفضل لا كراك مو لك بك. معك معك دروع؟ كم سعر كم سعر الواحد؟ والله ارتفعت سعر. اي كم كم؟ هلا هلا كم لا تسوي بزنس مان كم؟ 6000 6000 ايش؟ انا شاري سياره 6000. والله ارتفعت الدرع الواحد 6000. والله اغراضه يا اخي الدرع الواحد 6000. لا 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 تقعد تسوقها لا تقعد تسوقها يا اخي. ناديني بلفه ولا ايش؟ تعال تعال يا ابو ابيض انت حاسس انك تعرف عندك دروع؟ هلا هلا اخوي. هذا قاعد يخلع عليك. هذا مجنون مجنون مجنون. هذا يحسبني مجنون. شو ايش اللي 6000؟ والله لو انه مجنون مجنون. هذا احس انه عنده ذا. لا اثيوبي ما عنده ما عنده طفران كحيان اثيوبي ما عنده شنو. لا لا حق حق ترى شباب. لا لا ريس افتح. ولد انت معي. انزل 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 يا ولد. انزل انزل انزل. لا تنقبني لا تنقبني لا تنقبني يا ابو الشيخ. اما موتركم صدق. قول له قول له ان انسرق من واحد ما اعرفه. ابغى اخطف عسكري عشان دودي. ما في بنزين والله. ما ادري وين الجي كلاس يا عيال. روح جبل الجيبي على الجبل. روح جيبي تفصيخ. وش اسوي؟ التفصيخ ما عاد صار فيه. عيال اقدر اخطف ولا هنا ولا ما اقدر اخطف؟ عيال اقدر اخطف داخل ولا ما اقدر اخطف؟ عيال اقدر اخطف داخل ولا ما اقدر اخطف؟ عيال عيال بسرعه قولوا لي اقدر اخطف داخل ولا ما اقدر اخطف؟ عيال سريع قولوا لي.
كذا بيطلع من هنا ورب المصحف. ما اقدر يا ام كيو واحد. سالم قده على ابشر بي يا دود يا ابشر بي ابشر بي والله يا دود يا ابشر بي. ولا يرضى عن تقلط على ما يقلط نظوري. هلا 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 ولا راح الجي تي ار الجيتار يخوف عيال. يا الحبيب يا طيب الو مين؟ السلام عليكم. الو معاك معاك ثيوبي. What this is؟ اقول ايش؟ لا 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 يا حبيبي لا 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 تسمعني ولا الله يقطعكم يا العساكر المسكين سراوي البعض امونج هي ولا وش ليش كذا مسكين سراوي البعض كلهم وش هذا وش الموتر الزق ابغى انفرد بعسكري يا عيال ابغى انفرد بعسكري يا عيال الله يقطع ذا ثيوبي ثلاثة يا ولد يا طيب No English, no, 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 no Arabic. إيش؟ No speaking. لعن شكلهم كلهم ورا ذا. كيف أصدم ذا يا عيال؟ كيف أصدم ذا بالغلط؟ أبغى أكل صح؟ يا خلاه خلي معك نفسي نفسي. ولدي غشيم شوي. الله يشغل ذا اللعبة الله يشغل ذا اللعبة يا عيال لو أصدم راعي الدباب وخليه ينزل يصلح موترة وأنزل له بسلاح ثقيل يا حبيبي الله والله ماي فريند الله إيش كم 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 هير كم كم الله يلعني لخطفك يا يا أبو ملك يا الزق يشغلك في نفسك Yes yes what do you need what do you need open hand open hand open hand open hand open hand أربعة هدف أربعة هدف يلا أربعة صلى على النبي بعطيك سيارة بعطيك سرقات وبخليك تصل اللي تبغى بس سيارتي رجع صلى على النبي لا الله يشغلك الله يشغلك انت ذبانة الله يشغلك انت وسيارتك ابغى عسكري انت قاعد تلحقني والله لا خلي العسكري يجي عليك انا اوريك طب صل على النبي بخليك تسرق اللي تبغى ايش تبغى ايش تبغى بوبكات والله معي اغراض بوبكات لا ما ابغى بوبكات ابغى العسكري على الدباب اللي قبل شوي تبغى منزل ايش تبغى سيارتي جعلها فداك بس ليه ليه انت انت اللي جيت لي اول مره ايوه انا 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 رحت العسكري عند الحديقه العامه قلت شفت سياره بقدم بلاغ بي ام قال والله انت توني شايفها عند المباوند رحت جيت المباوند لقيتك شاطر تكلم في التخلص انصرف يا البيام لا توقف خلاص نطف عسكري ابشر والله لا اول بس العساكر مسكين سراوي البعض لا تقول انك مخطوف لان انا بطيب فيك طف اسلاح علي ترى ايش فيه ايش فيه ايش فيك تلعقوني انا طف اسلاح كسر اسلاح ايش فيك يا ابو كسر الطاي وقف يا ابوي وقف على اليمين ليه 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 وقف ليه ايش اشا روى وقف على جنب ليش سويت طيب وقف على جنب ابشر بس سويت لك علاقه في الاشخاص اللي قبل شيء سويت ورب العزه ما اعرفهم انا وخوي طالعين مع بعض طيب تحرك تحرك لا تتكلم ابشر انا مسوي شيء والله انا ما اعرفهم ستيكي والله وتكلم والله وتتكلم والله اسمع تكلم الحين كان يخويك تكلم طبيعي كان يخويك تكلم طبيعي خلاص طيب هلا اليوم اليوم ان شاء الله نروح مع بعض بس نوديك عند محل المساج حق الظهر خلاص راحوا ايش تبغى انت ايش انت بتبلش لي بعمري انا ابغى اخطف عسكي انا ابغى اخطف عسكي انت لا تجي خلاص بصير صديقك ونخطفه وش يظن مني ما تقدر فيني والله حرام بالله ما اقدر فيك احلف بالله والله ما اقدر فيك معك سلاح ما اقدر فيني معك سلاح معي سلاح وكلبشه وكل شيء طيب اصبر هذا كانك اسكت وماخذ سيارتي وتخطفني ايش البجاحه هذه اسكت 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 طيب شو اسمك شناديك انت شنادي ابو ابو يحيى المري ابو مري
وقرونك كيف فكك؟ كيف فك نسيت؟ كيف فك؟ كيف فك سريع؟ كف إيه؟ كف تبغى اعطيك كف؟ إيه. شوف العسكري مسوي صقر هنا بتمركز قال له خليك طبيعي خليك طبيعي نخطف امها وجهز سلاحك اركب يلا اني داري انه مسوي ذيب سامي يا حضرة العسكري في شيء ارفع 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 يا اخي سلاح على راسه يا اخي سلاح على راسه وشو ذا وشو ذا وشو شلون شلون خله 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 عادي انزل انزل روح 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 انزل انزل تاه يلحقنا بيلحقنا روح واقف الاف بي اي شوف لي شوف لي رقم الجوازات بس اثنين ثلاثة اثنين اسمع جيبه جيبه مكان ضيق جيبه مكان ضيق يا اخي رفع السلاح على راسه يا اخي قفل جوالك انه وترني واحد خش اي دخلة ضيقة يلحقنا بنهددة اي دخلة ضيقة وش ذا المكان؟ وش ذا المكان؟ والله كم عسكري صوت الله يلعن ام الغبنة جل جي تي ار يا الله يا الله يا الله مالك هدي من روعك مالك نقدر نسمعك اسمع مكان ضيق اللي في الجنوب ما حد منهم مع سيارة صغيرة ولا دباب إلا والله في دباب نص قاع مالك اسمع ايش التهم اللي علينا ايش التهم كل حاجه في راسك كل شيء تبيه في راسك موجود علينا الحين طيب تعرف المكان الضيق اللي في الجنوب رايح له تعرف يا ابو يحيى المري رايح له يا ابو عبد المجيد المقدونس امري القياده ما شاء الله إلا الله القوة يمديك يمديك سيد تقدر سيده وطلع على تحت الكوبري أيوه سيد قدمك سيدت على تحت الكوبري ما في دوالك ورمم احط دوالك بالدرجة وترني مرة اسمع اسمع تكفى مشغول بأكلمك بعدين كيف شافني كيف شافني سيد سيد على المكان الضيق أدري 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 يا عمري سرمين في يمين في مكان يا عمري يا عمري يا عمري Let's fucking go يا شيخ وصل الآن زبنا زبنا الحين نغير لون سيارة ورشة هو فيصل قال لي صار ما شاء الله انت خبير في السواقه ولا رجل تحب هذه الفورمولا ولا وش انت الله يوترك عرفتني بنفسك الله يوترك احس اني منصدم انا بعد اقسم بالله احس اني منصدم شلون زبنت اصبر لازم اخذ نفس وشهيق شهيق وزفيق مهيق وزهيق مهيق وطهيق خليني اشوف في احد هناك زبنت مو معقوله مصيبه هذه مصيبه ما عمره
والله جد معك دروع عطني دروع والله ما عندي الا دروع يا ويل امي الله يغلى عليك يا ويل امي ايش رايك نروح الان ببكات لا الحين مو نروح ببكات الحين نخطف عسكري الله ياخذ العسكري اللي قبل شوي ايش من العسكري كم كان رقم عيال خلي يا رجال ان كانوا بيسوون شيء سووه عاد معهم خلاص خلاص خلوا خلوا اسمه ورشة ابو فيصل اول شيء طيب خل اي بنغير لونها بس بخلي اسقع سجاير شوي تتن على السريع معك كل اي معي 20 برجر نشوي كم شفت ابو كان في عسكري هنا ثواني معك سيارة ثانية ايش رايك؟ هذه حبيتها صدقني حبيت هذه وش اسمها السيارة دي؟ هذه بي ام ام 3 يعني ايش؟ يعني ام 3 نوعها بي ام طيب هذه هي نفس البي ام المعتادة؟ لا في والله. بي ام ام 4 ام 5 يا عيال بالله حبيت الموتر هذا ولا انا لحالي حبيته؟ معك صاحب المعرض والمالك الرسمي للبي ما شاء الله هذا المعرض اللي كل من هب ودب صار مالك له اي الحمد لله معك المالك حاليا ووظفت علي النونو مدير اعمالي ما شاء الله تبارك الله طيب كم سعر الديل الموتر هذا كم سعره الموتر هذا 650 صدق اي غالي كذا ليش رخيص الله يرحم والديك ارخص سياره موجوده كويسه مع ان ترى ما يحبون الناس طيب شوف انا بصلح واحس يا اخي سبحان الله احساس في قلبي كذا يقول لي ان في شارجر قاعد تضر من الجي تي ار سبحان الله كذا قلبي يقول جي تي ار عندي تي ار سبرايز شوف وين لا لا ما عليك بس غير اللون حطها بنفسجي اخضر لون مره زين مره يا اخي ايش قلت لك انا بسلم نفسي انا اسف ارفع عندك ارفع حياتك ارفع كلبشه الله يهون الكلبشه مين معي ارفع السلاح عليه هات امشي ركبه لا بشيله شيل بسرعه بسرعه والله اني قايل لك بيجيني شارجر بسرعه بيجيني هيد بسرعه ايش في راسه ما ادري ما ادري اسكت لا وش ورا جراسك او راسه هو هي خطفته وروح بقالها يا اما ليش كثير مره عشان معك بنزين معك بنزين ولا نعبي لا ما معي يا اخي انت معك شيء في حياتك غير الاكل يكفي حسه ما يكفي يكفي يا رجال ايش فيك تسبن بسرعه ابى بنزين احتياطا طيب بنزين خوف يحدونا ولا شيء لا انزل ارفع السلاح عليه على طول يلا زور فاصل عليه زوف اسل عليه بسرعه زوف اسل عليه اسل عليه ارفع السلاح مو يدك يا عمار ارفع السلاح اب احد قرب دونيشناتي وحلالاتي اسمك يا ولدي اسمك كنان لحلل الافنان تعال يا كنان لنأكل قليلا من الطعام ونلعب بالكف ركبه كنان راسك ينفجر الان ايش ناوي طيب بقالة الجنوب لكل الجنوب لا بقالة الجنوب هذه بقالة المحتوى يا اخي ابو يحيى المري انا صدق حبيت ابشر بينزل مختوم ادخل ايه كنان ايه ارفع يدك يا ثيوبي انا يا ولد ايه انت يا ولد ارفع يدك اربع اثيوبي بسرعه راح تقعد تصليح على الموتر احتاج التصليح على الموتر صادق ما قلب كيف كاميرا خبيه صدقت حلو ودي اخطف رب المصحف يا عسكري بسم الله دودي
تعال ببوس خدودي يا حس عسكري. ليه معاه سلاح ثقيل هذا القزم؟ ليه القزم ذا معاه سلاح ثقيل؟ ايش فيه؟ امن المنطقه اللي حولي يا صقر، امنها. صقر ايش يا ابوي؟ هذا معاه سلاح ثقيل ليه يا حضره العسكري؟ سمعني؟ هذا صقر. ليه معاه سلاح ثقيل صقر؟ اسمعك هذا صقر صقر. اسمع ايه تعال خلنا نحط موجه، خلنا نحط موجه. هذا كان مفاوضنا اليوم. اسمع بنحط موجه. وانا خاطف سبب بنحط موجه. يلا. تعرف الموجه حقت ايه السبيل، موجه السبيل اسمها، موجه السبيل الكل الهبيل ايوه اللي بدايتها ستة عرفتها السبيل اللي حمامه ياخذها وكل العالم ياخذونها. اسمعني. اسمعك ايوه احسنت. ايوه سويت نقاط سويت نقاط سويت نقاط سويت نقاط عيال سويت نقاط. السلام عليكم. مرحبا يا حضره العسكري. حياك الله يا ابوي، كيف امورك؟ مرحبا حياك الله. انت المفاوض؟ الحلال قل لا اله الا الله. لا لا ليش مع السلاح ثقيل ذا؟ ليش مع السلاح ثقيل؟ ليه مع السلاح ثقيل ذا؟ ليه؟ مع السلاح ثقيل هذا مجنون ذا مجنون. الله هذا صقر صقر ما راح يسوي شيء، انا المفاوض. هذا لا يكون قل له تامين طول عمرك. تامين تامين المنطقه بس. طيب معي رهينه بالداخل وفي واحد رفع سلاح عليها. لا تلام لا تلام. طيب. والله العظيم ما راح نسوي شيء. ممتاز 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 يا سلام يا حظ مفاوض. انا رجال والله ما احب السرقه. عادي تفتح الباب شوي يعني وتقدم. طيب بس احلف هذا مطلع سلاحه والله ما ما هنا ما راح يصير لك شيء. هذا مطلع سلاحه الصغير ذا مطلع سلاحه. خايف منه. تعال تعال مطلع سلاحه الصغير ذا فكني منه. لا تلام لا تلام. طيب بكلمك كذا ترى في واحد داخل بس معلوميتك. ايوه تكلم كذا الحين اسمعك. طيب الان عندي رهينه بالداخل ممتاز وانا رجال والله مالي ولا السرقه لكن الرهينه اللي بالداخل حدني جاني في مكان وانا اصلح موتري وخوفني خوفني مره كان مع سلاح فاضطريت اني اقاومه اضطريت اني اقاومه ما قدرت اخاف خايف انه يطلق علي خاف انه فاسد ولا مبتريني بعمره فعشان كذا اضطريت اني اخذ هذا المكان ادخل الان شيك على حياته ما في ولا شيء رجل سني بدخل بطمع حياته الرهينه انا وصقر ونتاكد من حالتها ليه صقر ليه صقر ليه صقر يدخل لا لا واحد يدخل لا. صقر 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 معي صقر لا لا صقر ما يدخل الا هو مفتش هو محزمي وسلاح محزمك ما يرفع يده اجل يرفع يده كامله ارفع يدك صقر خلينا نشوف ارفع يدك ونزل سلاحك يا صقر خلاص سلاحه نازل لا والله ما يدخل سلاحه مو بيده يا ابن الحلال والله ما راح يسوي لك شيء يلا ادخل ونزل ودخل سلاحك انت يلا الله يعزك لا مع سايبر انا مجنون يا ابن الحلال يلا ما راح يسوي ما في والله ما يدخل سلاحه بيده ما راح يسوي شيء ابن الحلال انا متاكد والله يلا يلا خلاص خلاص دخلنا دخلنا دخل سلاحك دخل سلاحك مفاوض انت ولا بدك تحرر دخل سلاحك يلا يلا يلا, يلا خش ورانا ناس اشياء كثيره خش روح يلا امشي امشي نزل نزل سلاحك رافع يده دلتا 6 جايز ان انفولف السلام عليكم ادخل معاه ادخل معاه صغير ادخل معاه والله هذا شفتني ادخل معاي شفتك وشو شفت مجنون انت تعال تعال يلا جيت جيت السلام عليكم السلام عليك كيف حالك شلون امورك طيبه هذا مع عصابه ذا مو بعسكري وش ذا القزم يا حمصاد تقول انه كان بيطلع سلاحك كان ذا خوفنا جانا قدامنا قال اشخاص امامي الان سابدا عمليه القفل عليهم بقفل عليهم خفت انا مره انه يقفل عيني ويصدمنا ويعدم الموت لا 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 حبيبي هلا 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 مو فعشان كذا انا والله العظيم خفت فاضطريت اسوي شيء هذا صقر تاكد من حالته لا لا مو وقت بعدين كنت محلتها صقر تعبان تعبان خلاص ان شاء الله خمس دقائق وتطلع ولا تشيل هم امورك طيبه ودي امسك صقر كذا ودي امسك عصر امور طيبه الحمد لله خمسة ستة مليون وصوتين بنهرب انتبه تضيع ثلاثة وسبعة يقولون بنمسك روح روح ما شافوني اطلع لا والله ناخذك جنبه اطلع صقر هذا مو مفاوض والله تقعد طفايه وتطيح انت نفس القزم اللي فردد يا ابوي ايش متطلباتك خروجها من على البي ام وعدة تصليح عليها بس خروجها من على البي ام وعدة تصليح عليها ايوه بس ليش عدة التصليح عشان اذا خربت نصلح وطلبين هذا لا طلب واحد عدة تصليح عندنا جاهز احنا ايوه بس بتصلح هذا طلب بصلح في مدة خروجي الامن لا ليش عشان تصلح وقت عندي خروج امن مدة معينة هذا مو طلب كان ما طلبته لا هو لا. مو طلب انا عندي خروج امن يعني انت بخروج الامن معك أنا لا 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 اله الا الله وين هذا انا عندي سلاح ثقيل صح ما ابغى اطلع سلاح ثقيل والله ما ابغى اطلع سلاح ثقيل اللي بيستخدم السنايبر الصغير ذا المجنون دلتا 6 مرد دلتا 7 زد
زد عليهم ان شاء الله يوافقون. بضغط عليه مره. اي اضغط اضغط كل هذا عسكري مو مو عسكري والله هذا طلبنا وعندنا خروج امن والوجه موجه ابيض. ولا بعشق فردي يا عيال. ما اعطيتني رقمك للحين. طيب امسك رقمي وارجع مع رهين واعطني رقمك. بيجيك صقر يا حضن الفاض بيتعامل معك على طرفك الثاني. تعال. يا صقر. تعال. تعال انت. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا صقر، تفضل. كيف الحال؟ طيب صقر احنا عندنا طلب واحد. حلو؟ نبغى سلمك الله حاجة واحدة بس اللي هي خروج امن على يعني الرهينة الثانية اللي عندنا، عرفت؟ حلو. هذا مو مفاوض، هذا مو مفاوض. ارجع 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 اقتحم حرر. ما انت محرر، انت ما انت مفاوض داخل عندي ليش؟ ايوه الان عندنا طلبين. الان طلبين. طلب ونص. طلبين والله اخذ طلبين. نص عدة تصلي. طلبين يا حضرة العسكري. طيب يا ابوي تبي طلبين. الشخص دخل في مكان مو حق له، فاحتاج الان طلبين. غير صحيح، غير صحيح. راح نعطيك شروط خروج امن قاسيه جدا. الشخص دخل وهو مو مفاوض، ما هي مشكلتي. قلت لك بيجي يتفاهم معاك على اي اساس؟ ما قلت لي ما لي سمح له يدخل. قلت لك بيجي يتفاهم معاك بس ما قلت انه راح يستلم التفاوض. عزيزي المفاوض انت ما قلت لي ان التفاوض راح ينتقل لشخص اخر. اتمنى انك تجيب الصرف برصق النار. انتبه احتمال يطلقون والله انتبه. بعاد عندنا عسكريين بيروحوا. خليك اهم شيء داخل، لا تجي عشان ما يمديهم يطلقون عليك. مالك مالك انت. وانت من الصغير ترى خوفين يفك يده. لا والله ما يقدر. تاكد لك البس نفس مقاسه. كيف اليوم؟ حركات اليوم. سقار. وخر 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 بلا وخر وخر صغير وخر وخر وخر. نو 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 نو. خطي 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 خطي. من زمان بشوف ايش عندك. الله الله تعبت مرة. ما شاء الله تبارك الله. اسمع يا صغير، تبغى تذبحك ولا لا؟ تبغى تذبحك ولا؟ رد علي بس سؤالي واضح، تبغى تموت؟ لا لا لا، خذ اللي تبي. باخذ درعين. خذ درعين. خليك مؤدب، لا تسوي شيء. ذبحوا كنان واتركوني. لا كنان، كنان محترم، اسكت. انتبه انتبه، احتمال ان يحررون. انتبه متجمعين عند الباب. خليك مجهز انت على وصل الرهائن. المفاوض يكلمني غيره ما اعرف. بيعطيك شروط. تفضل تفضل تفضل. اصبر بسرق البقالة، بسرق البقالة لحظة. يا مواطن اسمعني، بسرق البقالة، بسرق البقالة. بعدد ترى مو كامل يعني. سرق ولا ما سرق؟ ادري عنه يا غالي. بذكر لك الشروط. ايه بس سرقت الفلوس والله. سرقت بس تفضل. ايه طيب بذكر لك الشروط. اذكر اذكر. مركز مين؟ ايه مركز مركز. ممتاز. الشرط الاول دخولك الورشة وتعديلك المركبة يفشل عليك. ايه حلو. الشرط الثاني تدخل الخارجي. حلو. الشرط الثالث توجهك للبحر. ارجع. ايه اسلم. الشرط الرابع رفعك سلاح ناري تجاه العسكر. حلو. الشرط الخامس تعريض حياة المواطنين للخطر. ايه تصدم اكثر من مواطن او مدني. ايه يفشل عليك. حلو. الشرط السادس عدم ادخالك لسلاحك الناري اثناء هروبك على الاقدام لمده 10 ثواني. راح نطلق على اطرافك بجلك ويدينك. حلو حلو مره. الشرط السابع 10 دقائق على هروبك على المركبه. اتمنى وضحت لك الشروط. واضحه جدا حضرت العسكري، شكرا لك. ممتاز. طلباتي زي ما ذكرتها. ها اسمع ما انا كبكم الشعر يوبي ورب الكعب لازجن يا رجال. تحلف عليه وهو انت مكلبش. لا والله انت كيف عسكري؟ انت كم عمرك انت؟ شلون انت؟ 12 بس انا اقول لك حاجه والله. شو عندك شنب انت؟ عسكري كويس. هذا ما عمري شفته الا مع سنايبر ذا. ما شاء الله على والله العظيم انتم غريبين. انا قلت تخشوا تسرقون مكاننا. يا حبيبي ما اسمعك اذا قفلت الباب. تفضل تفضل. ما نسمع كذا. اطلع اطلع اطلع. ترى كانك تتكلم من علبه البيبسي. ارفع صوتك ما ندري. اطلع طيب اطلع. يلا. طيب اسمع خروج كلام من 8 دقائق لانك قاطف عسكري. ها؟ اوكي. تبغى العسكري يديك جثه؟ لا انت ما انا اتكلم عن انا اتكلم عن العسكري الثاني اللي قلت لك بيجي يتفاهم معاك وانك للاسف ما ملتزمت الكلام. يلا يلا مو مشكله خلاص. يلا عشان 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 عشانك طيب انت. يلا روح. يلا طلعهم. ايه فرقت انا يعني بس من البدايه اني بموت بس اني تصليح. اسمع دلتا 6.7 8.7 0.0
رفع السلاح بقضي حاجتينا في الزاويه هذه. رفع السلاح عليهم على ذولي مو على اللي برا حمار انت. بس ان اذا جاك سوى نفسه كذا اجلس زين يا قزم تعبان. بجيك دقيقه بجيك بجيك بطاقيتك الحمراء دي قاعد تلبس اللون الاحمر. ابشر الله يسلمك. تعرف اللون الاحمر عزز الى قلبي. لو شفت الطاقيه هذه عليك مره ثانيه ما ادري ايش يمكن. خلاص فكني. ايش اعطيك 50,000 رجال. 10,000 معي فلوس الدنيا انا ما احتاج. 2,500 وقلت يا اذبح كنان وطلعني. ايش؟ اذبح كنان وطلعني. وفي الاخير وش مستفيد؟ اخرج امن ولا؟ يا موطن يا موطن يا اخي بنجيك. ارجع ارجع قلنا بنجيك لا تخش. بنجيك نزل انت السلاح. سلاحي ماني رافع. دقيقة واحدة دقيقة واحدة ويجي دقيقة واحدة. ترى عندي لها موطن. طيب خلاص دقيقة واحدة. هلا هلا. ايش قلت 1500 توكلي؟ ايش 1500؟ 1500 ما تسوي شيء. اعطيك اياها ريال 200,000 300,000 كثير. يا عيال توقعوا نزبنا ولا؟ احنا نطمح للمزيد ما نطمح للقليل. جاهزين ابو شنب؟ ابو شنب جاهزين؟ يابا انت جاهزين يا مواطن؟ جاهزين جاهزين. جاهز بنطلعك. اي بس نزل سلاحك عشان اقدر اطلعك. يلا بنطلعك جاهز. اي بس خش يا ابن الحلال. يا ما نسمعك يا طيب ها دخل سلاحك دخل سلاحك عشان اتكلم دخله. طيب طيب يلا جاهز. اه دخلت سلاحي انا بعدين جاهز. طلع طلع بيطلعونه تعال. طلعوا وحدات جاهزه. طيب نبغى موسيقى. راح راح استخدم خلاص. ايش خلاص عفوا. نبي مثل الابد. كان عند الباب يا حبيبي. عند الباب عند الباب. ابشر ابشر ثانية واحدة بس ثانية واحدة بس. يلا. ابي تبون يو ار ماي انمي ولا وش انهي؟ يابا. اسي هو يو ار ماي انمي. انمي لا تبون تبون ايمجن دراجون. ادري ادري ابغى تفاحه يا عسكري. انا ما ابغى تفاحه ابغاك تطلعون. ابغى افلح مني. يلا خويك مطول. يلا 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 خلاص ابدا العد. ابدا ابدا اي الاشخاص يا حبيبي. بعد 3 2 1 خرجوا اشخاص. دخل سلاحك يا ثيوبي. طلعنا كم دقيقة؟ طلعنا والدقايق 45. بسم الله. هذا شاده يبيني بالشرف. يلعن شيطانه. صدمني والله صدمني والله. يا عمري
زبنا يا ثيوبي. ثيوبي تقريبا تقريبا تقريبا. تكفى يا ثيوبي. الله يعزك ايش ذا السوق يا ولد. تكفى يا ثيوبي. هذه من وين طلعت بالله؟ من وين؟ من وين؟ اصبر اقسم بالله ما ادري حبيت الموت. بقي واحد بعيد مره. الله لا يوفقه. ايوه يلعن خيره. هذا يسوق يسوق اللي ورانا ترى. اسمع تبغى تدق على الدخل الخارجي؟ لا خلهم خلهم يدخلون موج احتياطا. يلا بدق عليهم. الله يلعن شيطانه صامل ذا. يمديك يمديك ملك. السلام عليكم. معك صاحب المعرض. لا لا امزح معك يا مديري ايش دعوه. اسمع خش موجة 60-45 سارقين بقالة ونحتاج اثنين. تعال انت واحد. اي 60-45 تعال انت واحد. خلاص. يلا يلا. هذا مديري في المعرض لا تفشيني قدامه تكفى. راقب وراي عطني كول يا اخي ما منك فايده. لا باقي وراك ما اقدر. اي عطني كولات كل شوي. تم تم. مرحبا ابو النونو خليك قريب مننا حول الجنوب. ترى باقي معنا طلب تصليح فروق ما عليك امورنا طيبه مره وعندنا ابو نونو وبيجي واحد كلهم ايمهم كويسين. الله يلعن ابوك مدني. يلعن ابوك مدني. هلا والله اللي وردك يا شيخ. سارقين بقاله انا ووص نونو. ايش معك سياره؟ نونو ايش معك سياره؟ معي ام 3 صغيره ذيك. حلو. فئه ار. حلو. اجل انت بتزبل معك اذا شو اسمه هذا اخويه وانا انا بزبل اثيوبي. خلاص مرسد. انا من يسار السواق وانت من يمين السواق. مشكله ما ادري مكان نفس المكان يعرفونه لا. شو اسمه دقيقه دقيقه المكان اللي عند موقف حمراء. اي عرفت اللي عند الموقف بالضبط ولا اللي يقدم تحت الكوبري؟ يقدم اي تقدم تقدم شوي وتلقانا واحد. مو بلان مو بلان مو بلان. اوه عرفته اللي تحت اللوحه. ايوه تحت اللوحه. عرفته عرفته عرفته. اخر حل تمام اذا مر مره تعال هناك. اي ما عليك ما عليكم. اسمع ما ورانا ولا دبا يعني مكان اماكن ضيقه بتسوقهم سوق والله. والله في دبا. اسمع خلني اركز عندي خطه براسي. تم تم. والله قاعد اشوف عندك كبري دلبير وفي عساكر يا رجال وراي ثلاثه جي تي ار. اوكي يمدينا يمدينا ما عليكم اذا ازمت مره بنوجه خططنا معكم. اوكي لعبت عليكم وانتم بعيدين. لا كنتوا خلوكم قريبين الموقع اللي اتفقنا عليه وبنجيكم اذا مر ازمه. كيف تعلمنا؟ اسمع تعرف الكوبري اللي قدام في الغرب؟ مالك 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 مالك. يا رب وزنيتي نفسها يا رب. اه يا ربنا. شوف المكان شفت اللوحه اللي ورا اللي مرينا منها هذا هو المكان اللي يقصدونه. شت مش طفتوا من عندنا توي يا ابي 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 طفنا من عندكم مش طفنا من عندكم. صرف صار يلا على ابو الشغله طفنا في اللحظه الاخيره. ما
ما شافونا شافنا؟ لا ما شافنا اتوقع. الا شافنا راي بس ادخل سيدي اخو روح يمين في وراك واحد بس انه بعيد مره لا تقوله والله لو تسويها والله لو سويتها انا عند موقف الحمراء حاليا زابين سويتها يا اخي شلون يا اخي وش ذا تبون تضيعونهم سووا الخطه سمعت ما سوي الخطه مره ذا الشارجر صبر بعيد مره بعيد في سياره ثانيه بس بعيده مره شاف دخلتنا تصدموا شارجر بس ما في الا جتر وبعيد مره والله ربعتهم يا عيال بس مين راضي تزبط اسمع مكينتنا برتقالية ايش رايك تروح المكان هنا قدامكم هنا قدامكم هنا قدامكم اركب يلعنوا من الزبلة اللي مي مقصود بعيدة مرة بعيدة مرة بحاول اسدد له اذا قرب يمدينا لا تسدد ما ورانا العسكري واحد راعي شارجر بعيد مرة اللي معنا اسرع مرة الله يرجكم خرجتوني قسم بالله ورب العزة يا حنا طحنا بحضنا اقسم بالله انها مكتوبة ورب المصحف مكتوبة يا عيال مكتوبة نطيح بحضنا يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا حظنا الحمد لله اتوقف البليت اتركك بليت فلا توقف لا تصدم ولا صدمة ركز يا ساتر اعرك بصديقي هذا مين هذا اسمه معاكم ابو سويحان برأسي وشحمه صديق علي النونو بس علي النونو سوى مجنون ابو نونو معاك ابو سويحان ابو نونو ايش فيك ما عرفت صوتي هلا والله ما تجبرين مجنون ها مجنون ضبط لي بي ام ابو بي ام نفس اللي خذتها هذه حبيتها وعشقتها وسرقت قلبي انزلك الان نفس حقتي عرفتها يا علي عرفت وراكم عسكي وراكم شيء والله ما ندري حاليا احنا ببوليتو والله اكيد في شافنا خشيه رايحين بوليتو طيب اسمع وشوف لك مكان كذا على جنب قدام ورا المحطه زبلنا فيه قابلكم مكان معين دخلنا فيه بس عرفت النفق اللي حق المستودعات عند بريتو غير السياره لازم نغير السياره يا في 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 هنا قدام مكان لان حتى لو غيرنا لونها بيوقفونا اشتباه يمين من الشارع كذا بيمين سياره سياره ايش صار دي ادخل يساري في ايوه يا عمري يا فاندام يا طويل الاذان يسار وقف ايش اخبار خوينا كنان وقف هنا يسار بس لا هنا 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 نسوي سيناريو وقف لا فيكم توي ايش فهمكم
خذ عساكر على الخط. خربت انت، ايش خربت؟ بحاول اصلح. العساكر دازين على بوليتو، اشوفهم دازين على بوليتو. ايه اتوقع زبنا، بس توقعوا يشطون في المكان يا جماعه. ما اتوقع. بدي سكتة قلبية. اللي اذا يتابع هنترك سنتر كثير. يلا الله وجيهكم يا رجال، لا انت ولا انت يا ثيوبي، لا انت يا بنون ولا انت يا فندام، لا انتوا جميعا. اشكركم من قلب العدد على هذه العملية السريعة الرزقية، الحظ فيها مليار الحمد لله. لا انت ابوريكم اللي قبلها، ابوريكم المعجزه اللي صارت بالتاريخ. ابوريك مع المعجزه الثانيه. شوف 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 يا عيالي، مطبيت الشفت على طول، مخي شغل خطه با على طول، مخي كذا تعرفون خلايا المخ شغل خطه با، خلايا المخ لا 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 خطه با دف. شوف خطه با، اول ما شفت نفسي طاير يا عيال، اول ما شفت نفسي طاير. شوف شوف هنا لا هنا دقيقه. طبعا والله زبنت اكثر مره، بس كل شيء انطرح بسبب حظي زفت، بس مو مشكله. شوفوا لا هنا، ايوه طالعوا هنا طالعوا. اوكي احنا شوف ركزوا، عيني شافت، طالعوا عيني طاحت على ايش يا عيال هنا. سبحان الله ما ادري كيف شقلبنا كذا، بس طلعوا عيني. ركزوا هنا. شوفوا شفت هذا، شفت السياره واقفه هنا. قلت هذه جي تي ار؟ لا مستحيل جي تي ار توقف هنا، لا مستحيل. هذا رزق الله، رزق الله يؤتيه من يشاء سبحانه. الزبنه بالدعاوي انا شد يوم اشوفها واضغط كل الحروف بالكيبورد. هنا قدامكم. طالعوا عيني، ابيكم تركزون على عيني، تمام؟ شوفوا عيني كيف تطالع. شوفوا عيني هنا الان. طالعوا عيني، ما صدقت شفت الرزق قدامي. هنا قدامكم. ضغطت كل الكيبورد، ما عرفت شغله، شغلت اغاني، شغلت كل شيء. والله ما قصرت يا ابو ملك. الا ابو جسر، يا ابو جسر المنقذ. الحمد لله. ارتحت. ويا يا يا دودي، ترى عليك الان انت غرامه $750، 700 حق التحدي امس سويناه، ومع انك سويت 50 قبل شوي، انا ما ادري، لكن كلها بتتسجل. قلنا لكم يمشي على البركه، لكن لا الزبنه الاولى والله اوصفوني، وسوقتي كويس، وكملي ما لعبت يا عيال، واول مره اجرب الموتر، والله اني ما قصرت، واللي يقول لي قصرت افقع عينه. الان خلوا رحلتي على جنب، في موضوع اهم من رحلتي اللي هو موضوع الصلاه، صلاه المغرب يا جماعه وقتها قصير، لازم نوقف ونصلي الان، لكن لازم اقول لكم ان يعني نوقف الصلاه وبعدها بروح المطار. بث الساعتين هذا الخفيف كذا، ساعتين تقريبا، بيكون بسيط ان شاء الله. الاسبوع الجاي من يوم السبت نرجع نحرق البثوث. الله يسعدكم على البث الجميع يا جماعه الخير، واتمنى استمتعتم من اعماق قلبي، اشكركم جميعا، ونراكم ان شاء الله في بث اخر يا حبايب القلب. و بغطي لكم سناب، تابعوني على السناب وفعلوا اشعارات تويتر ضروري مره يا حبايبي، والله يكثر خيركم يسعدكم دنيا واخره، نراكم ان شاء الله في بث اخر. ابوديكم يا جماعه عند مني بث في نواف بث، في زيد بث، في اسامه، والله كلهم يبثون. نواف وزيد واسامه، تدرون شلون؟ عندكم نواف وزيد واسامه كلهم يبثون، انتشروا عند اي واحد تبغونه، كلكم ضايفينهم قاعدين يبثون الان. الى اللقاء، ونراكم على خير، وفي امان الكريم يا حبايبي، في امان الله.